طيب طيب ايش هنا؟ طيب وش بك على الباب؟ ابو سعد كم الساعه يا ابو سعد؟ ما ادري والله تو صاحي، بس العيال ترى قاعد يقومون من اول، عيل يقومون. بالله يا ابو حسين شوف الشباب، بالله شوف لهم تكفى والله عيل يصحوا. تعبت انا اسحب على دوامات وما ادري، وفي الاخير نايمين. هو اللي يقول مثلا ثلاثه تعبت اصحيهم والله. حتى قلت كم اتصال؟ بالله كم اتصال عندك؟ قلت لهم فهد جاي في الطريقه معي منه، خل ريح ولد. تعبت مصطفى تعب. عيال فهد تعب، قالوا لا 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 ما نبي نقوم الحين. لا ما في خلاص قم يا شباب قم، الله يصلحكم يا اخي قموا. وين يقول الساعه 3؟ الساعه خلاص تاخرنا يا شباب. خاشه صح؟ شو ما حد ياخذها؟ وش خاش ايش؟ خاش يا اخي، كل واحد معه فروه، لا تسوي تزبن فروه. السلام ورحمه الله. سافر معنا كابتن، ترى مره فاضيين احنا، ترى فاضي الشط، احنا الوحيدين اللي تروح نحج. وين رايحين؟ والله ما ادري، نروح الحراج نبيع غراض. والله مشكله يا مرحبا يا ابو البراء. الله لا يحيي سفره من انت فيها، ولا يحيي قوه من انت فيها. علي الحرام، علي الحرام انك في ميزان، وان الاشكال هذه في ميزان لحالها. طبعا هذا شيء يلزمنا فيه، اخذ كليتك. اضربه اضربه، ايوه خلعت جنبي، خلعت جنبي، اضربه خلعت جنبي. وين واقف؟ هذه كاس ايش يا سعيد؟ وين واقف؟ حقت الشوز، حقت الشوز. العيال يبغون قهوه، قلت لهم ابشروا بالقهوه يا رجال. عنوان يجمعنا من الاخير، لا تدخل يديك فاضيه. امسك الكيس يا عبد الله. على فكره تفضل، انا قهوه سويت شرب عند عنوان هالقهوه في هالبوكس. الله الله يا ابو حسين، مع اربع اكواب عطني سعرها كم، ويضمنون لك انها تبقى حاره ساعتين ما دون 8 ريال. 25 ريال مع اربع اكواب قهوه برازيليه من صب يا ابو خالد. بسم الله. يا رب لك الحمد، امطرت علينا تونا ماشيين، وكأن السحب السحلب، تبغون سحلب؟ كأن السحب طاردنا. تبغى الخير ابو خالد يا لبي، بما انها امطرت احنا ماشيين الان، ايش حاب الان توجه دعوات للمسلمين؟ الله يوفقنا واياهم ويوفق اللي يختبرون الان، بما ان اليومين دي شفت لا هو يكحكح لاني ادعي، هذه مشكلته. ايه ما عنده شوف يطرش، اعرفه والله بيطرش خوينا، خليه يطرش، ورد سناب خليه يطرش. يلا سعد اذا تخلص دراشي كلمني. سعد كيس تحت المرتبه. ايوه تفضل عبد الله. ما ادعي ما ادعي لين اسكت، ادعي لخبط بدعي بيني وبين نفسي خلاص. الشباب هنا صاحين، هنا وفيات هذا على جواله، ابو حسين يسوق. هذا ليش ينام الان؟ تونا مشينا. يقول والله تعبان. لا يدري بالله. سهل يا اخي، المرتبه اللي ورا مضايقتني. اسمع 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 اسمع، هناك خطه الحين، لان الامير في غيبوبه. زلك الموتر. انا الامير في غيبوبه. اخوان لا اله الا الله، والله نعلم عامله توقع من صبح يا اخي، ما عنده اي هم عشان كذا ينام. اسمع الله يجعله في زود ان شاء الله من خير. خزي لك خطه، ارجع ورا شويه، وين بجي قدام؟ ما
من يوم نشأت وانا قدام من ترارات. ايش قصدك بني شهر ورا؟ سعد لا انقلع 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 ايه انقلع لا لا النظام مفصول ادلف 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 يعني كذا انت عصبي ادلف اي عصبي ما ما ابغى تطلع جاني ورا قبل جاني قبلك يا وحسن ابغى اسوق الله يجعلني قبلك الله يجعلني قبلك ولا تفتح فم والله ما الطب على جثتي السيارة باسم مين؟ باسم عبد الصمد قرشي لا ما معنى عطور ما معنى عطور باسم أريل شارون ما تركب كيفك؟ أبو حسين كيف الأمور طيبة؟ صرح تيش يعجبني فيك أبو حسين؟ صرح هدوءك وتمكنك أن الجميع تحت جناحك يا أخي جناحة تحت المطر الحين تحت المطر عندنا ما فيه يعني ما يقدر يطير جناحة غرقان طف النور طف النور كيف الحال طالع منك؟ الشعب يسألون عنك وصلتوا؟ لا كيف وصلنا يعني منت معنا أنت؟ أنا كيف أمورك؟ كيف أمورك أمورك؟ الله يجعلها بخير ان شاء الله لا امورك انت كيف الله يحييك تمام مستعبه الله يخليك ايش ملاحظاتك الان على الرحله تمام كل شيء اهم شيء اهم شيء واثقوا من انفسكم ايه الرحله تكون جميله بالله. الله يحييك ميزانيه الرحله دي ما اخذنا بس مفتوح. من وزير الماليه مفتوحة. من هو وزير الماليه فهد بس مفتوحه كلش غدا عشاء بنزين كلش سكن سكن عاد انا جعان الان والله جعان والله عندنا عشاء الخميس اليوم اربعاء يمكن نمت انت اكلت الان تشبع يا اخي بيردني العشاء بيردك انا عشاء الخميس هذا والميزانيه مفتوحه لو هي مغلقه وصار كمان عشاء الخميس يفهم سعد ارجع ورا اي لغتني سعد ابغاك ترجع ورا شويه اي لغتني مع شوي فيران انهم ترى يتعرفون ويلتقون يا عمري يا ابو حسين الله يا اخي اقسم بالله انك سادس اخواني الله يجعلني فتاك ايش دخل امك؟ ايوه نظف قلبك انا البارح الخامس ترى نظف مين انت؟ رجال لا تضحك انت ما امك علاقه اطلع منها المنصور متى نوصل الله يعينك على من فيه الله يعينك ريحه اول واحد تروح اذنه في الحياه متى نوصل ابو سيد خير طول العمر هلا هلا انت معنا هلا هلا الله يحييك تقول لي امس ايش انت انا الخامس وانت اليوم السادس انت اول اخواني ما ياخذني شيء جعلها ترحب ملايين الله يبقي ابو حسين ابو سوق على خشم عليها الطيب جعلني فداك بس خلني اكل بعد اذنك باكل بعدين اسوق على يثتي على مين؟ على يثتي يعني انت رجال والله رجال يعني رجال يا ابو البر رجال يا ابو البر رجال يمين بالله انك وحد ما يسوق هذا تراك اكبرنا تراك اكبرنا وشايبنا وشايبكم وابو عيال ومجنون ومهبول تبيع الليله بيت تبيع الليله لا 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 عينك كيف تشوفه انا ولا شيء اشوف انا خمس اخوان انا اتوطى في بطنه وصل طلبنا من هرفي ابو زاهر بالعافيه ان شاء الله سلمت. اذا اكلت انت كنا انا ذاكل كرام بيجو الكلاب الله يحييك صوتي معك جعله بالعافيه الله منصور ترى دائما عمتي فاطمه توصيني عليك يا سعيد تقول الله الله في ولدي بالحرام ان امك تحبني وانها لو تدري انك تطقطق علي والله وانك تطقطق علي وانك دائم تتنمر علي لاني مسكين ما اعرف من ذا اللي يتنمر مين من ذا اللي يتنمر والله يا عمه فاطمه اني اشكي سعيد لله ما اشكيك انت لا اله الا الله اميرنا ايش تستفرغ تفضل كلا بطاطسي يا الدمعة قلبي يا عظيمة بالخويبة
جعل نوم العوابي كمل ها معك وي اللي فيني مشفيني والله مشفيني يا ولا الشعب صباح الخير يا غالي الله يحفظه مسافر بسفينة الحالة هنا اصلا ما ازعجناك بس ابو زهر اقول للشباب نزلوا الصوت نزلوا الصوت قالوا لازم نروح من هو منو صاحبك انا في وجهك يا عمه فاطمه يا عمه فاطمه دائما يبهتني الله يسامح انا الامام انت مين طلعنا على طول من القصيم شطفنا شطف بس عليهم بالخير اهل القصيم عامه وقفنا في المحطه صلينا والعيال هنا اللي يبغى شاهي واللي يبغى قهوة وش ذا؟ وين؟ قهوة كيف؟ الله جف هذه مرة كيف القهوة؟ مرة أشوف جرب أبو زهر إيش تبغى؟ شاهي إيش تسمون هذه بديرتكم؟ ثلاجة حنا نسميها زمزمية من اللي يسميها؟ حنا في اختلاف بين الأعضاء فهمت؟ سعد يبغى يسوق وهذا قبل شوي شغلني يبغى يسوق وانت تفتح لنا باب ما هو موجود عندنا الاماره دقيقه الاماره ليش وضعت؟ لاجل اتخاذ القرار واختيار الاكفى اي بس لازم العدل واحد اثنين لازم تلملم فهد تعبت السواقه امانه يا امير تعب اذا هي بالامانه اذا هي بالامانه تفضل شوف لك قائد غيره طيب الان حبيبي اقول لك شيء واذا هي بالصدق وبسلم احد يسوق ولا بصور فيكم والله ابو سعد خلاص ابو سعد يستاهل شفت يوم انك ما خلاص تبغون نصيحه عشان ما يشغلنا ترى كبرنا وعنده شويه ظروف انزل اركب يلا يلا خلصونا اسرع 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 اركب خليه يركب على الباب الايمن ولا تفتح فمه اسرع اسرع شفت هذا يبغى يسوق العيد شباب انا ولد النقل الجماعي واقف روح جا 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 القط القط جا القط طم الكيس طم الكيس حق الموت لا حول ولا قوة الا بالله هذه كلها عشان سواقة توتر 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 يا ابو سعد خليك اعقل يا خليك اعقل يا ابو سعد تفضل يا ابو البراء يا مرحبا جعل ما يجي على يميني غيرك ان شاء الله مرحبا مليار منيرين والله الله يحييك تعال على المكسواق والله تعال على المكسواق والله وصلنا اللهم لك الحمد حايل معك مره احنا وين الان في مغسله ايش قاعد تفكر احنا بمغسله الان نكوت يلا بس اي حي حي ايش يلا حي معروف الحي وش يلا شو اسمه طريق عقدي لا لا, لا 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 الحي اللي احنا فيه الحي اسمه صبابة صبابة ينطق صبابة صبابة شباب نزلين شناطهم هنا اغراضهم طبعا المغسله هذه حتقفل اليوم خلاص الحين بسوي خروج نهائي نور الدنيا والله وربك ريحه حنا ايوه شوي مرحبا بعد حي وميت ابشركم ان وصلنا وفي وجهتنا الاولى اليوم وسكننا الاول في شاليهات لافين وصلنا السيارة موجودة حنزل الأغراض بعد شوي والعيال جالسين جوا بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الله ستوب الخير الربع أبو علي الله يرحم والديك ويجعلني فدوة ويديمك ويديم الناس اللي مثلك وشرواك مرحبا يا ابو سعد احنا نصور طال عمرك الله يحييك يرضى عليك ابو زاهر الحمد لله على السلامه الله يرحم والديك ابو منصور ابو حسين الله يزوجك اليوم قبل بكره امين يا رب بس الولد كاشف ابو خالد الولد كاشف بسم الله على قلبه احنا وين لا احنا وين تعال زياد احنا وين بعقدي عقدي عقدي
سلام. شنطتي يا عيال ركبوها معكم. ها؟ لا والله لا والله الله يرفع قدرك مرفوع. لكن ايش تبغى؟ تبغى تسوق ولا ايش؟ طلبك وش هو؟ لا طلبك خلاص الله يعفك. هذا موترك اذا ما كفاك الجمس يكفيك. ولد عمك ولد عمك يو ولد عمك ما طلبتني بسوق لا طلبك وش؟ شفت التنفيذ؟ انا مسلم فهد يا شباب شنطة الاهلية رحلة يلا بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على رب العالمين متوجهين من الرياض الى حائل رحلة مدتها 3 إلى 4 أيام جميلة ان شاء الله بتكون. بس الله من السياح والضغط والبهدلة اللي بتجي. شباب لو سمحتوا يعني بما اني اميركم من اللي معه اكثر من شيئين يا طيران الدين يا حبيبي لا تسوي لا دقيقة لا يا ابوي لا تسوي توصيل من مطار البيوت اهدى. شنطة كتف طائرة كذاب معك 3 أشياء افتح الشنطة افتح الشنطة افتح الشنطة بيفتش منبل افتح الشنطة معك. ركبت الاغراض خلاص؟ لا باقي لاني حشرت امي. مالك يا وش ذا يا ابوي؟ انتم مطرودين من الرياض انتم ولا ايش وضعكم؟ وش ذا العفش الكامل يا ولد؟ ايه يا اخي لا تسوي في التنفيذي. حولني على المدير. وين المدير؟ شو اللي قاعد يحصل؟ تراك متاخر وامير طيب اركب 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 اركب. ممكن تعطيني فرصه؟ ايش فرقت انك ما تركب ورا؟ انا عندي ترتيبات يا ابو وش ترتيبات؟ ابو اذن هذا ليش ما يرجع ورا؟ طيب انت شو منزلك؟ ايش اللي يركبك؟ اركب يا سيد سعد ركب وخلص علي. انا لله وانا هذا كل شوي ينزل ونركبه وينزل ونركبه. لا عاد لا عاد تسوي انك حلال مشاكل. انا لله وانا اليه راجعون. سكر عليك ابو البراء والله اني لا افتح لك. ارجع ها؟ والله انهم باعوك على اقرب مشتري يا ابو البر. والله والله ايوه اسحب عليه. جعلنا ما نروح هايل. اسحب عليه واركب. تجيب ملابسه؟ انتظر البيعه بعد ما تجيب ملابسه. انت ما تعرف ذا؟ كيفك؟ الكره في ملعب الكره في ملعبك. لا اركب. اي أيوة والله كلها العفش ورحلتكم 3 أيام. انا صاب زيت المدير. ليه ليه ليه؟ غير ثيابه غير عفشه وغير مشفته وغير فراشه. صحيح. يا ساتر يا ساتر. بس والله مكان حلو استراتيجي. شباب انتوا طاش ما طاش؟ فرقت حسب الله. فرقت الله يستر عليها. الله يستر عليهم يوصلون. سعد قل لنا وش سبب روحتنا الحائل او اختيار حائل بالتحديد؟ والله حائل اول شيء صدق يعني ترى من المدن المملكه اللي سبحان الله قابليه عند الشعب محبوبه. اثنين عند الخليج والله شيء غير طبيعي. اثنين الان اجواءها تنافس اجواء اجمل مدن العالم. يا سلام. من غير عاد حدثني ولا حرج اللي انا اقف احترام وجلالها اللي فيها عز الله الكرم والطيب والعلوم الزينه كلها عنده عز الله. سلامتك. لا
لا انا اشهد بالله. لا والله ابشروا ابشروا برحله جميله باذن الواحد الاحد. الله يجمل حالك ابو خالد. حالك. مسكنا الخط وكنا على الله سبحانه، عسى الله يسهل يا رب الامور، وباذن الواحد الاحد ان نوصل بالسلامه. طبعا سهل. لا لا انا طلبتك طلبتك انا اعتذر 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 انا اعتذر انا اعتذر خلاص اعتذر. الله تبارك الله امطرت يا الربع امطرت، اسال الله يبارك يا رب العالمين، الله يجعلها امطار خير وبركه. قولوا الله تبارك. طلبك يا زياد بما اني امير ايش طلبك؟ تكفى ها ارفع لك ايميل ولا شفهي ولا كيميل. لا لا قول شفهي الان. ها يا اخي ابغى اركب قدام سعد. ارفع لي ايميل ثاني. هذا امير يامر عليك سعد. سعد يامر عليك امير رحله بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بما معناه امر احدكم السلام. هو خلاص هو امير طلب. ابو البراء تفضل ترجع وراء تعمل جنب الثاني. قول قول الجنب الثاني. قول طرح ايش بغيت؟ لا خلاص ما مع عاد. انت بترجع وراء ولا ابو البراء؟ ترى بشغلك والله ابو البراء بشغلك والله. لا لا خلاص امزح امزح. اسمع اسمع بما ان امير يا ابو البراء. لا 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 اسمع اسمع لا تضربه لا تضربه. ايش بغيت؟ لا خلاص ما عاد مشغلك والله. لا لا خلاص امزح امزح. اسمع اسمع بما ان امير يا ابو البرله. لا 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 تضرب. اسمع اسمع امير لا تضربه لا تضربه. انا تضربه مره ضد النفس. هلا هلا ابو زاهر. هلا ابو زاهر. شوف تو طالع من حرب اللي فيني مكفيني. هلا 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 واصلين قسيمة يا عيال خلاص. ها لا لا الحين متعدين متعدين الحين بنصلي بس نكمل. يلا متعدين القصيم باقي لنا ساعتين ان شاء الله يا ابو البرا صح؟ باذن الله باقي لنا ساعتين نوصل. نعم. لا لا خلاص امزح 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 والله اني امزح. لا لا خلاص امزح. انا طلبتك 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 توك. ايش رايك في سواقة فهد؟ نغيره ولا يستمر؟ والله انا ضد انه يتغير. والله اي والله نخلي نفس ما هو. ها بسم الله بالذات هذا ما يسوق. هذا في مطالبات زياد وسعد يبغون يسوقون شغل بزرين والله اكبر من نسوي طالبات. ليش؟ لانه ماخذين ماخذين سياره ايجار كل نقاط فيها وكل يبغى يسوق. نعم فاذا ساق زياد والله اني انا لا اسوق طلع اغص منهم. روسي شلونك؟ يا زين ذا الابتسامة. قلت أصب السلامة. أصب السلامة. الله يسلمك. وانت أصب السلامة وين رايحين؟ الحايل. يا بعد الدنيا وبعد حي والله تصب السلامة. انتم يحفظكم الله سبحانه. الله يحفظك. اللومة 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 يا حلوة يا مظلومة. اللومة اللومة يا حلوة يا مظلومة. دخيل الله ودخيلك شوف الدنيا دخيل الله ودخيلك شوف دخيل الله ودخيلك شوف الدنيا دخيلك. سلامات الله يسلمك. لا جايين كعب من الرياض. لا هذا عشان الحمد لله على السلامة. هذه الحمد لله على السلامة. لا خلاص 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 انا طالب طالب ترى انجن خوينا شيء. حنا وين؟ حنا بحايل. حنا في وسط حايل. روس الشمال. اي والله. والعقال مايل. مايل. يا بعد حي. كبت حايل ومسك. يا بعد حي هالوجه. اي والله. يا بعد احتزم بي. لبى قلبك، اسمع. حنا وين الان؟ حنا حاجزين لكم شاليه اليوم بعقده. اسمع اسمع بعقده. بعقده. وحنا الان وين؟ بعقده. لا صبابه بس اعطني بلهجتها بلهجتها الحايل. والله ماني بتقنها يا اخي. صبابي. ثلاثة طفل اثنين زوب اثنين رطل. خلي أربعة سعد شال نجي تحضر فيلم سينما هنا ايه. شورت بيتزا ايه. تشوك يا سعد. لا لا هذا هذا شباب شباب هذا يا اخوان بيتزا وقلوب كش معاور يا اخوان معاور. لا 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 بس ودي اعرف من معي يا طويل عمرك. لا لا سعد من معي يا طويل عمرك. من اذنك تصور التفت شوي بس. لا 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 يا سعد لا 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 خذ راحتك خذ راحتك يا ابو يا انت ما لقيت الا تحلق هنا تخفيف بس يلا خفف سم الى الطرقي
بيض الله وجهك على هالترتيبات الزينة، القهوة والشاهي والقدوع وشاليهن يرد الروح. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يا مرحبا يا مرحبا، الحمد لله على السلامة. ما شاء الله تبارك الله، وش ذا الشغل الزين يا ابو علي. سلم على الربع، سلم على الربع، الله يطول عمرك. شبت النار والقهوة والشاهي والقدوع، ما شاء الله جالس ترد الروح تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. النوم بيكون هنا في الشاليه، اجواء جميلة ان شاء الله بتكون. لا لا ها، وش ذا الشغل مرتب ها. الله يطول عمرك، الله يعافيك. قهوه 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 الغالي ها، قهوه الله يطول عمره. مبسوط رايق، الاجواء زينه، الحمد لله. ابشرك ابشرك ونعم ونعم. وش ذا التفت على شو، يا يا طارق ولد عمي علي وسبعة أنعام وسبعة أنعام. هذه جيت المبروك، والله أنك أنت المبروك اللي شوفتك ترد الروح. الحمد لله على السلامة، والله وسبعة أنعام. عز الله أنك عن قبيلة كاملة أنت. لا خل ولا عدل. شباب الجدول كالتالي، أنتم معي؟ معك. إقامتنا اليوم إن شاء الله بتكون في شاليهات لافين. هذه الشاليهات طبعا المعروف لا يعرف في حائل تبارك الله. اقول لكم شيء والله يا اخواني ما اكذب عليكم، طبعا صاحب هالشاليهات الله يبيض وجهه مقدمنا اليوم ضيافه، الله يطول عمره، مباتنا هنا واقامتنا هنا اليوم ان شاء الله. لكن تدرون ان الرجال محرج منكم جدا، والله ما لقى في حجوزاته الا اليوم فقط. اي والله يسلم عليك صاحب شاليهات لافين انت والشباب، ويقول لك طال عمرك الله يحييكم في هالمكان الزين. شاليهات لافين طبعا المعروف لا يعرف تبارك الله، عنده اكثر من ست شاليهات تقريبا. خليني اوريك جوله، ايش رايك؟ توكلنا على ابو خالد زياد، والله الرجال محرج جدا منكم وما لقى في حجوزاته الا اليوم فقط. الله يبارك، انا كلمته متاخر صراحه. الله يبارك له، الله يبارك له. وهالمكان اصلا انا مستغرب كيف يفضى حتى يوم واحد. ما شاء الله تبارك الله، توي طالع من جوه تبارك الله. شوفوا هذا المجلس، هذا من جامع علي بلال بلال. اه بلال، نعم. هنا ما شاء الله يا الربع، شيء يرد الروح من الاخر تبارك الله. اقسم بالله شيء يشل العقل صح بدك ولا ما شاء الله تبارك الله. شوفوا يا الربع هنا، شوفوا يا الربع هذا المكان طال عمرك اللي انا اتوقع بل اجزم انه سواه، يعني هذه سوات واحد يبغى يسكن فيه ابغى أجر، لأن كل شيء فاخر صراحة، كل شيء مرتب تبارك الله. حتى اختيارهم للألوان جميل منسق، يعني هناك غرف النوم طبعا. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هنا غرفة نوم واحدة، ما شاء الله تبارك الله. هذه الماستر، شيء مرتب صراحة، والله شيء مرتب. شكرا شاليهات لافين، شكرا. الرمي ممنوع يا ولد، ابقيكم الله يبقيك. والله ان الله يجملك جمال تله ويبيض وجهك بيض الشحم على الشغل الطيب والاستقبال الحافل. والله مو بنا عمي علي طال عمرك هو اللي مجهز لكم كل شيء، شباب بيجي بالطريق الحين. عمك لحمتكم وحده، دمكم واحد، الله يطول طيبك من طيب عمك، وعمك طيب من طيب. حي والله العظيمكم كفو. رقصه 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 رقصه. اوكي ودي ما انا اصمل، ما يصمل. الله حي يا الله حي يا عمري، يا عمري كلها الكمات كذا، يا عمري الله حيهم، ساك الله بالخير جميعا، ساك الله بالنور ونعم. سبعة أنعام، يلا حي محمد المنصور. منصور كيف الحال؟ ساك طيب يا هلا، هلا ارحب، هلا بأميرهم، ارحب يا مرحب. لا 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 تغلط، لا تغلط، لا تغلط. تكفى من الرياض، ابغى احد يحط لي الامير. انا طب وين رحت يا شباب؟ انا عمك انا لله وانا الله حي. قال انصاف من حاير غصب،
خوينا شويه يا شباب. والله هو ختالبي احنا متفقين ولكن انا والله حتى ما ودي والله لما اتكلم عليه وقلت عنده علم ابو خالد كم يمين بالله انكم ابو سعد ابو سعد انتم تستاهلون ابو فهد رجال طيب الله يجود عليك كثر خيرك يا ابو فهد يرحم والديك شو يسوي ابو البراء يقول اني تجي الدبابات والبرا يقول اني تجي الدبابات لا يتاكد من اثبات الساجده ما رجع يصور نفسه عشان البلاغ سعد الله سعد انت تعديتها لاخوي شوف يا تعبان شوف اي بس والله ما نسمح والله لك ترى وانت وين اقسم بالله صح انت تقصير ما عندك مال صادق انا ما بقصر سعيله ايش بدك بالله ايش بدك يا سعد صدق صيروره والله مره اخواني عيال عمي لا تجيهم مره اي عشان الوريد بس يروح طعن كذا شوي عزبك اي واحد جثه في المسبح